بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ محاضرة جديدة بعنوان حاجة اسمها Autonomic Nervous System Part 2 Physiology of Autonomic Nervous System Part 2. زي ما احنا متعودين مع بعض ببدأ بـ Introductory Case، حالة من خلالها بدخل الموضوع. أبص على الصورة اللي قدامي هتلاقي فيه طفل مرعوب وخايف اهوت من ايه، من تعبان مبرق اهوت قاعد يرجع لورا بيهرب اهو فاتح بقه خايف. نشوف الحالة بتقول ايه. A 12 year old boy، عيل عنده 12 سنة. Fear after seeing a snake، خايف او مرعوب بعد ما شاف تعبان. Increased heart rate، دقات قلبه زادت. Increased catecholamines، الكاتيكولامينز اللي كانوا في الدم زادوا. ايه هم الكاتيكولامينز اللي زادوا في الدم وليه الهارت ريت زاد وايه الحكاية؟ ده اللي محتاجين نفهمه النهاردة. من الحالة بدخل ليه learning objectives، ايه الاهداف بتاعتي؟ اول حاجة explain function of sympathetic supply، لمين؟ للهارت وللنج والمين وللابدومينال اورجانس وللبلفيك اورجانس وللسكن والبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل. الكلام ده هنفهمه كمان شوية. الهدف اللي بعد كده clarify، وضح لي الفانكشنز اوف كرانيال اند ساكرال ديفيجنز اوف باراسمباثيك نيرفس سيستم، هنفهم يعني ايه حالا. ثم اخيرا هنعمل كومباريزون، مقارنه، كومبير اند كونتراست، يعني قارن لي ما بين السمباثيك والباراسمباثيك نيرفس سيستم. هبدا المره اللي فاتت اتكلمنا على السيرفايكال ديفيجن او السمباثيك سبلاي للهيد اند نيك ستراكشرز. طيب النهارده هنبدا بيه الكارديوبالمونري ديفيجن اوف سمباثيك نيرفس سيستم، او يتقال ثوراسيك ديفيجن، او يتقال سمباثيك سبلاي للهارت اند لانج. يبقى كارديوبالمونري او ثوراسيك ديفيجن او سمباثيك سبلاي تو ثوراسيك ستراكشرز، اللي هي الحاجات اللي موجوده جوه صدرنا. ثوراسيك يعني شيست يعني صدر، ستراكشرز اللي هو الاورجانز والايه والحاجات اللي موجوده جوه الصدر زي السمباثيك بيأثر فيها، اللي هو المقصود به الهارت واللنج. الهارت اللي هو القلب واللنجز اللي هي الرئتين. على الهارت السمباثيك بيعمل، انا عايزك تتخيل واحد بيتخانق، ما هو السمباثيك سيستم اوف فير فايت اند فلايت ستريس ايمرجنسي اكسرسايز، واحد خايف ومرعوب. دقات قلبه هيبقى اخبارها ايه؟ انقباضيه عضله القلب هتكون عامله ايه؟ الدم اللي رايح للشريان التاجي اخباره ايه؟ السمباثيك بيزود الحاجات دي كلها. السمباثيك بيزود كل الكاردياك ماسل بروبرتس، كل صفات عضله القلب، سواء الاكسايتابيليتي مقدره العضله على الاستثاره، ريزميسيتي مقدره عضله القلب انها تطلع ومضات منتظمه اللي بقول عليها الهارت ريت، كوندكتيفيتي مقدره عضله القلب انها توصل الوندا العصبيه، كونتراكتيليتي انقباضيه او مقدره عضله القلب على الانقباض. وبالتالي السمباثيك هيزود ايه؟ الهارت ريت اللي هي دقات القلب في الدقيقه. لما يزيد الهارت ريت بقول حاجه اسمها تاكي كارديا، تاكي يعني يزيد، كارديا هارت، يبقى تاكي كارديا معناها انكريز الهارت ريت. تاني حاجه السمباثيك بيزود الفورس اوف كاردياك ماسل كونتراكشن، بيزود قوه انقباضيه عضله القلب. يبقى اول حاجه بيزود كل صفات عضله القلب، اكسايتابيليتي ريزمستي كوندكتيفيتي كونتراكتيليتي، وبالتالي هيزود الهارت ريت يعمل تاكي كارديا ويزود الفورس اوف ماسل ايه كونتراكشن. تاني حاجة السمباثيك بيعمل فازو دايلاتيشن اوف كوروناري بلاد فيسز، بيوسع الكوروناري بلاد فيس اللي هو الشريان الايه التاجي اللي هو هيغذي عضلة القلب. يعني بالتالي الدم اللي هيروح لعضلة القلب ايه يزيد، فيحسن من شغل القلب. تلاقي واحد كبير في السن لكن يقول لك انا ايه قلب ضعيف، بس لما تنرفزه ما تعرفش العافيه جات له ازاي. القلب اشتغل بكفاءه وايه، وكان بتجيله نغزه في الظروف العاديه في صدره، لا ده ما جاتش، تبقى ما شاء الله تقولت ما هوش عيان. ليه؟ لان السمباثيك اشتغل حسن له وظايف القلب. طب على الرئه، السمباثيك بيحسن من وظايف الرئه وبيحسن من عمليه التنفس، فبيعمل وايدنينج اوف اير باسجز. اير باسجز اللي هي سكه الهواء وهو داخل، يعني مثلا التراكية مثلا اللي هي القصبة الهوائية،
الايه مثلا الشعب الهوائيه، بيحسن عمليه التنفس، بيعمل وايدنج، بيوسع الاير باسجز، وبيعمل بيتر فنتيليشن، بيحسن من التنفس عن طريق انه بيعمل ايه، برونكو دايلاتيشن، بيوسع القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه، بيقلل البرونكيال سيكريشنز، الافرازات اللي بتفرز من الشعب الهوائيه، يعني بيسلك الطريق، بيعمل فازو كونستريكشن اوف برونكيال بلاد فيسل، اما الاوعيه الدمويه تضيق السكه توسع اكتر، فيبقى التنفس احسن، تلاقي واحد كبير في السن او واحد عنده حساسيه على صدره مش قادر ياخد نفسه ومحتاج جلس، بس مجرد تنرفزه يجي يجري وراك تلاقي كرشه النفس راحت والتنفس بقى كويس وما اعرفش ايه ليه، لان السمباثيتك حسن له من وظائف الرئتين. يبقى لما ابص على الصوره، والصوره بألف كلمه زي ما بنقول دايما، ادا الايفكت اوف سمباثيتك ستيميليشن او سمباثيتك سبلاي للهارت اند لانج. على الهارت زي ما قلنا، زود لكل الكاردياك بروفيرتس، وعمل فازو دايلاتيشن للكورونارز، وده اندايركت افكت، ده طريقه غير مباشره، على الطريق انه زود الكاردياك وورك، شغل القلب زاد، فبيتكون ويست برودكت ميتابوليتس اللي هي ايه، مواد ناتجه عن الشغل، ودي بتعمل دايلاتيشن للوعاء الدموي، عشان كده بقول عليه اندايركت بطريقه غير مباشره. وعلى اللنج زي ما قلنا، بيحسن الفنتيليشن عن طريق انه بيعمل برونكو دايلاتيشن وانهيبيشن وبرونكيال سيكريشن، الافرازات بتاعه الشعب الهوائيه بتقل، وبيعمل فازو كونستريكشن اوف برونكيال بلاد فيسز. طيب السمباثيتك سبلاي بقى للابدومينال والبلفيك فيسرا. ابدومينال يعني بطن، وبلفيك الحوض. الاعضاء اللي موجوده في البطن والحوض السمباثيتك بيعمل فيها ايه؟ اللي انا بقول عليها سبلانكينج ديفيجن. يبقى سبلانكينج ديفيجن معناها اللي هي الايه، منطقه البطن والحوض. السمباثيتك بيعمل ايه؟ لو بدات على السمباثيتك سبلاي تو ذا ابدومينال ستراكشر، تو ذا ابدومينال لبطننا، هنلاقي في ستراكشرز مهمه جدا، عايز اعرف السمباثيتك بيعمل فيها ايه، زي جاستروانتستينال تراكت، الجهاز الهضمي، السبلين، الطحال، الليفر، الكبد، اندوكراين بنكرياس، البنكرياس كغده صماء، الكدني اللي هي الكليه، والادرينال مضله اللي هي الغده فوق الكلويه اللي هي الادرينال جلاند. يعني السمباثيتك بيعمل ايه في الجي اي تي سيكريشن، في الجي اي تي موتيليتي وسيكريشن، بيعمل ايه في الجهاز الهضمي؟ واحد متنرفز، متعصب، بتخانق، هتلاقيه حركه الجهاز الهضمي بقت ضعيفه، الافرازات قلت، لانه مش فاضل الجهاز الهضمي وعايز بيتخانق، وبالتالي العصب الكتير زاد على زوج عنده عسر هضم، لان السمباثيتك بيعمل delayed evacuation of food due to relaxation of جي اي تي وول اند constriction of سفنكت. يعني بيعمل ايه؟ وليكن لو انا قلت المعده مثلا، السمباثيتك بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن لجدار المعده، ارتخاء لجدار المعده، وكونستريكشن في السفنكتر، سفنكتر يعني صمام، كونستريكشن يضيق مخرج مثلا المعده، يبقى الاكل هيتكون في المعده. ليه؟ لان جدار المعده وسع والمخرج بتاع المعده اتضاق، فاكني حبست الاكل في المعده، وهكذا في كل جزء من الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي. طيب على الجي اي تي سيكريشنز، القاعده بتقول ان السمباثيتك بيقلل الجي اي تي سيكريشن، بيقلل افرازات المعده. طب على البلاد فيسلز اللي بتاعت الابدومين، على السبلانكينج فيسلز او البلاد فيسلز بتاع الابدومين، بيعمل مينلي فازو كونستريكشن، يعني بيضيق الاوعيه الدمويه، وده عن طريق ريسبتور اسمها الفا ريسبتور، مستقبلات اسمها الفا ريسبتورز، وله تاثير ضعيف كفازو دايليتور، انه يوسع الاوعيه الدمويه من خلال مستقبلات معينه اسمها البيتا ريسبتورز. الافكت مينلي فازو كونستريكشن، التاثير الاساسي انه يضيق الاوعيه الدمويه بتاعت السبلانكينج فيسز. يبقى بمنتهى البساطه على الجاستروانتستينال تراك، بيقلل الايفاكويشن اوف فود، بيقلل جاستريك موتيليتي، بيقلل الجاستريك سيكريشن، بيقلل حركه الامعاء ويقلل افرازاتها، ومين اللي بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسز بتاعت الجهاز الهضمي. طبعا الطحال، الطحال عامل زي السفنجه، بيبقى مليان دم ومحاط بكبسول بغلاف كده في عضله ملساء. السمباثيتك بيعمل كونتراكشن او موتور للسموث ماسل ايه اوف كبسول اند ترابيكولي،
الكبسول بتاع او الغلاف او الغطاء بتاع الطحال فيها عضله ملساء السمساتك بيخليها تنقبض اكنك عصرت السبلين كده، ما تكون سفنجه مليانه ميه في ايديك وتعصرها بتفضل اللي فيها. فالطحال السمساتك بيخليه هي ايه الغلاف بتاعه او السموس مصل اللي بتحطبه العضله المساء اللي مغطياه بتنقبض فتعصر الطحال تخرج الدم اللي فيه للسيركوليشن. الدم بينتقل من الطحال للسيركوليشن تقريبا 250 مللي وفي ستورد بلاد از بورد انتو سيركوليشن، بيبقى في العادي تقريبا ربع لتر دم متخزن في الطحال. اما السمباثيك بيشتغل بيتعصر الطحال يخرج ال 250 مللي اللي عنده يودوهم للسيركوليشن. والتاثير ده ضعيف شويه في الهيومن، بيبقى مين مور بروميننت ان انيمال، يعني واضح اكتر في الحيوانات. طبعا الليفر قال لك بيرفع البلاك جلوكوز، يعني بيزود الجلوكوز في الدم، عشان كده مريض السكر نقول له ما تتعصبش، ما حدش يزعله، ما حدش يعصبه. ليه؟ لان الجلوكوز بتاعه هيعلى، السكر هيعلى. طب ليه الليفر بيزود الجلوكوز مع السمباثيك ستيميليشن؟ لان السمباثيك ستيميليشن بتعمل حاجتين، بتزود الجلايكوجينوليسيز. جلايكوجينوليسيز معناها تكسير الجلايكوجين انتو جلوكوز، وبتزود اللايبوليسيز، فتزود حاجة اسمها تصنيع الجلوكوز من النون كربوهيدريت سورس، حاجة اسمها جلوكو نيوجينيسيس، تصنيع جلوكوز جديد. وبالتالي هتلاقي الجلوكوز في الدم عالي وهتلاقي الفاتي اسيد في الدم عالي. على الليفر كمان بلاقي ان السمباثيك ستيميليشن بتزود تكوين الفايبرينج اللي هو كلوتنج فاكتور رقم واحد، واحنا بناخد في البلازما بروتين، جبنا سيره الفايبرينوجين، فالسمباثيك بيزود الفايبرينوجين فورميشن، ودي من رحمه ربنا عشان لو في مشكله محتاجه نوقف نزيف ولا حاجه او محتاجين نعمل تجلط للدم انا عايز ازود الكلوتنج فاكتورز. يبقى قلنا التاثير على الجاستنتستينال تراكت على الجهاز الهضمي، على السبلين الطحال، وعلى الكبد اللي هو الليفر. طيب على البنكرياس اللي بقول عليها اندوكراين بنكرياس اللي هي جزر لانجرهانز، ايلتس اوف لانجرهانز في البنكرياس اللي هي بتطلع هرمونات، هلاقي السمباثيك بيقلل الانسولين سيكريشن، وطالما قلل الانسولين سيكريشن يعني هيرفع البلاك جلوكوز ليفل. يبقى بالتالي السمباثيك ستيميليشن بتعمل هايبر جلايسيميا او تزود البلاد جلوكوز ليفل بطريقتين. الطريقه الاولانيه انها بتشتغل على الليفر وتزود تكسير الجلايكوجين انتو جلوكوز، بتعمل جلايكوجينو لايسيس، وبتزود تصنيع الجلوكوز من النون كربوهيدرات سورس اللي هي جلوكو نيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز. الطريقه الثانيه ان تشتغل على البنكرياس، على جزر لانجرهانز في البنكرياس، ايلتس اوف لانجرهانز ان ذا بنكرياس، وتقلل الانسولين سيكريشن. الانسولين في الطبيعي بيقلل البلاك جلوكوز، طب هو قل هيزيد البلاك جلوكوز. طب على الكليه، واحد بيتخانق، لكن انت مثلا كنت في القاعه استاذنت عشان تروح الحمام، خرجت من القاعه لقيت واحد بينك وبينه مشاكل، مسكتوا بعض قعدتوا تضربوا في بعض وتتخانقوا، هتقول له معلش سيبنا اروح الحمام؟ هتنسى موضوع الحمام خالص، انت كل تفكيرك هيبقى في الخناقه، لان السمباثيك اشتغل فهيقلل اليورين اوتبوت، يعني هيقلل الميكتوريشن سواء ديزاير رغبه او تكوين اليورين. طب وده بيتم ازاي؟ لان السمباثيك على الكليه بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن اوف رينال بلاد فيس، يعني بيضيق الاوعيه الدمويه بتاعت الكليه، مش كده وبس، ده بيزود حاجة اسمها الرينين سيكريشن، بيزود افراز الرينين. الرينين اللي خرج ده هوت هيساهم في بقية الاكشن. يبقى اول حاجة على الكدني هيعمل فازو كونستريكشن اوف رينال بلاد فيسل، هيضيق الاوعية الدموية بتاعت الكدني، هيقلل الرينال بلاد فلو، الدم اللي رايح للكلية، و هيقلل اليورين اوتبوت، كميه البول اللي خارج او اليورينيشن او الميكتوريشن، عمليه التبول تقل واليورين اللي خارج هيقل وتكوين اليورين اللي هو البول هيقل، ويزود الرينين سيكريشن اللي هو هرمون الرينين. يبقى على الكدني بايه؟
بيعمل فازو كونستريكشن اوف رينال بلاد فيسلز ويقلل الرينال بلاد فلو ويقلل اليورينر اوتبوت. ركز عشان بتتسيل كتير. يقول لك السمباثيتك يعمل ايه في اليورين اوتبوت او في الميكتوريشن؟ بيقلل وبيزود الرينين سيكريشن. طيب على الادرينال مضلة. الادرينال مضلة ده جزء من السوبرا رينال مضلة او الادرينال جلاند اللي هي الغدة فوق الكلوية. الجزء الداخلي فيها اسمه ادرينال مضلة. وده بيوصل لها بريجانجليونيك كولينيرجيك فايبر. يعني ايه بريجانجليونيك؟ نيرون بتطلع استايل كولين. وهذه الادرينال مضلة بتعمل سكريشن للكاتيكولامينز. دي الهرمونات هنا بقى. الكاتيكولامينز اللي بتطلع من الادرينال مضلة بتطلع بنسبة ادرينالين 80%، بينما النور ادرينالين بيطلع بنسبة 20%. ودول هرمونز بيدخلوا في الدم وبيعملوا اكشنز هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله، شبيه او هو زي السمباثيتك بالظبط. يعني هنلاقي مثلا الادرينالين بيعمل ايه؟ بيزود تكسير الدهون، بيعمل لايبوليسيس. لايبوليسيس يعني بيكسر الدهون، بيكسر الليبيد انتو فاتي اسيدز. بيزود الثيرموجينيسيس تمبريتشر، يعني زي بيزود الميتابوليزم فيطلع بيزود الهيت لوس، بيرفع البادي تمبريتشر. البيزل بادي تمبريتشر لانه له ثيرموجينيك افكت. بيزود البلاد كلوتنج باي ريليزنج بلاد كلوتنج فاكتور فروم ذا ليفر، يعني بيزود عمليه تجلط الدم عن طريق انه بيزود تكوين الكلوتنج فاكتور في الليفر وخروجها من الليفر. الادرينالين بيعمل ايه تاني كجزء من الكاتيكولامينز؟ بيستيميليت حاجه في المخ اسمها ريتيكولار فورميشن. جزء مجموعه من النيورونز او الايه الخلايا العصبيه موجوده في جذع المخ في البرين ستيم، وظيفتها تخلي الشخص مصحصح اليرت. اليرتنس يبقى مصحصح، بتزود ان الواحد يكون مصحصح. وزلاكو في سليب اللي هي الانسومنيا. انسومنيا يعني في ارق، عدم نوم. لاكو في سليب معناها انه مش بينامش. يعني ايه يعني انسومنيا؟ الانسومنيا يعني واحد مثلا تلاقي بيتخانق مع حد هينام وهو بيتخانق؟ لا، ده بالعكس هتلاقيه مصحصح عشان يعرف ياخد باله من خبطه تجيله او هو عايز يضرب. يبقى السمباثيتك ستيميليشن طلعت لي الكاتيكولامينز من الادرينال مضله او السوبرارينال مضله، الجزء الداخلي من الغده فوق الكلويه بتطلع ادرينالين بنسبه 80% ونور ادرينالين بنسبه 20%. طيب الادرينالين بقى اللي هو وان اوف ذا ايه كاتيكولامينز، وده الكميه الاكبر 80% ادرينالين، بيعمل ايه شغل زي السمباثيتك؟ بيعمل بيزود اللايبوليسيس، له ثيرموجينيك افكت، بيزود الميتابوليزم، بيزود الهيت برودكشن تكوين الحراره وخروج الحراره من جسمنا، بيزود البلاد كلوتنج، بيخلي الشخص اليرت مصحصح، ويقلل السليب يبقى في انسومنيا نتيجه انه بيستثير جزء في جذع المخ اسمه ريتيكولار فورميشن، مجموعه من الخلايا العصبيه موجوده في ايه؟ في جذع المخ. لما ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه، ادا سمباثيتك سبلاي تو ابدومينال اورجان على الجي اي تي جاستونتستاينال تراكت على الجهاز الهضمي، بيقلل الموتيليتي بتاع الجي اي تي، بيقلل حركه الايه الجهاز الهضمي، بيقلل السكريشن، بيقلل الافرازات بتاع الجهاز الهضمي، بيعمل فازو كونستريكشن للسبلانكريك بلاد فيسز الاوعيه الدمويه بتاعت الابدومين، على الليفر والجول بلادر، على الكبد والحويصله المراريه، بيزود الجلايكوجيناليسيس تكسير الجلايكوجين انتو جلوكوز فيرفع البلاد جلوكوز ليفل، بيزود اللايبوليسيس يكسر الليبيد انتو فاتي اسيد فيرفع الفاتي اسيد في الدم، بيعمل هيباتيك فازو دايلاتيشن بيعمل بيوسع البلاد فيسز بتاعت الليفر، بيعمل ستورج اوف بايل بيخزن البايل جوه الجول بلادر عن طريق انه بيعمل ريلاكسيشن للوول اوف جول بلادر وكونتراكشن ل السفنكتر او المخرج بتاع الجول بلادر. ثم بعد كده بنتكلم على البنكرياس والسبلين، بلاقي السمباثيتك بيعمل ايه؟ بيزود الجلوكاجون سيكريشن، ده هرمون بيرفع البلاد جلوكوز، وبيقلل الانسولين سيكريشن.
وعلى السبلين بيعمل كونتراكشن اوف سبلين الكبسول اللي هو الكبسول اللي هو سموث ماسل المحيطه بالطحال بيعمل لك انقباض. طب على الكيدني والسوبرا رينال مضله بيعمل رينال فازو كونستريكشن بيضيق الايه الاوعيه الدمويه اللي شايله الدم لناحيه الكليه وبالتالي بيقلل الرينال بلاد فلو وبيقلل اليورين اوتبوت بينما بيزود الرينين سكريشن. وعلى الادرينال المضله او السوبرا رينال المضله بيزود الريليز اوف كاتيكولامين زيمينلي ادرينالين. طب على الدهون الاديبوس تيشو النسيج الدهني يزود اللايبوليسز اللي هو بريك داون اوف ليبيد انتو فاتي اسيد بيكسر الدهون لفاتي اسيد احماض اللي هي ايه احماض دهنيه. طب الفانكشن اوف سمباثيتك سبلاي تو ذا بيلفيس السمباثيتك بيأثر على الاعضاء اللي موجوده في الحوض ازاي؟ ايه اللي موجود في منطقه الحوض؟ المثانه البوليه اللي هي اليوريناري بلادر الريكتوم الجزء الاخير من الامعاء الغليظه و السكس اورجانز الاعضاء التناسليه. على اليوريناري بلادر عايزك تتخيل واحد بيتخانق هيسيب اللي قدامه يجري على الحمام؟ هيحس انه عايز يروح الحمام بالعكس ده لو كان مزنوق وعايز يروح الحمام قبلها وهو بيتخانق هينسى خالص موضوع الحمام. فعلى اليورينري بلادر بينهبت الميكتوريشن بيمنع التبول عن طريق ايه؟ انه بيعمل انهبيشن او ريلاكسيشن للول اوف يورينري بلادر والول اوف يورينري بلادر فيه سموث ماسل اسمها ديتروزر ماسل بينما بيعمل كونتراكشن او موتور للانترنال يوريثرال سفنكتر الصمام الداخلي للمثانه البوليه فيعمل ريتينشن اوف يورين يعني احتجاز للبول يعني يمنع التبول انهبت ميكتوريشن انهبت يعني يمنع ميكتوريشن اللي هو التبول يبقى بيعمل ريتينشن اوف يورين. الريكتم نفس الكلام بيعمل ريتينشن اوف فيسز بيمنع نزول البراز يعني بيحتفظ بالبراز يعني بيمنع عمليه التبرز عن طريق ايه؟ انه بيعمل انهبيشن او ريلاكسيشن للول اوف ذا ريكتم. الريكتم ده الجزء الاخير من الامعاء الغليظه زي ما قلت بينما موتور او بيعمل كونتراكشن للانترنال رينال سفنكتر بيخلي الجزء الداخلي الصمام الداخلي لفتحه الشرج ينقبض فيمنع عمليه التبرز يبقى السمباثاتيك بيمنع الميكتوريشن اللي هي التبول او اليورينيشن يعني بيعمل يورينيتنشن وبيمنع عمليه الديفيكيشن او بنقول عليها بيعمل ايه ريتينشن اوف فيسز. والسمباثاتيك بيعمل ايه؟ بيخلي الديزاير اوف ميكتوريشن ديفيكيشن ديسابير الرغبه في عمليه التبول والتبرز نفسها بتختفي. يعني واحد بيتخانق هو كان قبل ما يخرج من القاعة كان عايز يروح الحمام واستأذن عشان يروح الحمام خرج من باب القاعة لقى ألد أعداء واقف في وشه قعدوا يتخانقوا مع بعض هيفتكر موضوع الحمام هينساه هيتلخم في الخناقة خالص خلاص. طيب على السكس أورجانز السمباثاتيك على الميل بيعمل يركز في الرجالة السمباثاتيك بيعمل ايه؟ بيعمل ايجاكيوليشن. ايجاكيوليشن يعني ايه؟ يعمل عمليه قذف يخرج السائل المنوي اللي هو السمن. يبقى ات از مينلي اكسيتاتوري او بيستيمولاتوري بيزود الكونتراكشن بتاع السموث ماسل بتاع ايه؟ ادى الجهاز التناسلي الذكري قدامنا اهو هتلاقي هنا اهوت ادى الايه؟ التستس اللي هي الخصيه حواليه جزء كده اسمه الابيديدمس ثم قناه كده اسمها الفاز ديفرنس ثم هتلاقي هنا البروستاتا اهي وهتلاقي هنا اليوريسترا اهي. فهو بيعمل كونتراكشن يعني بيزود الانقباضيه بتاع السموث ماسل العضلات الملساء بتاع الجهاز التناسلي الذكري فيعمل انقباض للابيديدمس اللي مخزن شويه سمن وللانبوبه دهيت اللي هي الفاز ديفن مخزنه شويه سمن وللسيمينال فيزيكل عشان تطلع السكريشن بتاعها وعلى البروستات عشان تطلع السكريشن بتاعها عشان تطرد السكريشن ده كله اللي هو السائل المنوي من البنس اللي هو القضيب للخارج. دي العمليه دي بقول عليها ايجاكيوليشن عمليه القذف. يبقى في الرجاله السمباثاتيك يعمل ايه؟ ايجاكيوليشن مهمه جدا ايجاكيوليشن اما القذف للمني
as it is mainly excitatory to smooth muscles of the epididymis, vast difference, seminal physical, prostate, فيعمل لهم contraction فيفضوا السمن من خلال البنس للشارع. بعد عملية الإيجاكوليشن على طول بيحصل shrinking of penis، يعني البنس أو القضيب كان في إريكشن الأول قبل عملية الإيجاكوليشن مع السمباثيتك بيحصل شرينكج، بيرتخي ليه؟ نتيجة إن السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن أوف إكسترنال جينيتال بلاد فيسل. الإكسترنال جينيتال بلاد فيسلز البلاد فيسل بتاع البنس مخليه البنس وكأنه عامل زي السفنجة، لما أنت بتعصرها تضغط عليها تكش. فإحنا لما نعمل فازو كونستريكشن نضيق الأوعية الدموية اللي رايحة للبنس للإكسترنال جينيتال أورجان ده هيخلي إن يبقى فيه إيه؟ شرينكج، البنس يكش يبقى إيه؟ يصغر حجم. يبقى في الميل السمباثيتك نيرفس سيستم بيعمل إيجاكيوليشن أوف سيمن، بيعمل عملية قذف للسمن وبيعمل شرينكج أوف بنس أو شرينكج أوف بنس، بيقلص حجمه بيصغر حجمه. طب في الفيميل لو هي نون بريجننت يعني مش حامل ايه اللي بيحصل؟ السمباثيتك مينلي انهيبيتوري اون ذا يوترس اند فالوبيان تيوب، يعني بيعمل انهيبيشن ريلاكسيشن للرحم وقناه فالوب. بينما في الليت بريجننسي في الشهور الاخيره من الحمل بلاقيه اكسيتاتوري تو ذا يوترس، يعني بيزود انقباضيه الرحم عشان يسهل عمليه الولاده، ده لو الست حامل. بالاضافه انه في الفيميل بيعمل فازو كونستريكشن اوف اكسترنال جينيتال بلاد فيسلز. يبقى اما ابص على الصوره كده، سمباثيتك سبلاي تو بلفيك اورجانز على الريكتم اهو الجزء الاخير من الامعاء الغليظه، بيعمل ريلاكسيشن اوف ذا وول اوف ذا ريكتم وكونتراكشن اوف انترنال انال سفنكتر، فنتيجه لكده بيحصل ريتنشن اوف فيسز، تبس البراز جوه الامعاء الغليظه، يعني بيقل الديفيكيشن، بيقل عمليه التبرز، بيمنع حتى الاحساس بعمليه التبرز، الرغبه قصدي الرغبه في عمليه التبرز. طبعا اليورينال بلادر بيعمل ريلاكسيشن يعني ارتخاء في البلادر وول وكونتراكشن اوف انترنال يوريثرال سفنكتر، يعني الجدار بتاع المسادة كده بيرتخي عشان تخزن بول كتير، ومخرجها الصمام بتاع الانترنال يوريثرال سفنكتر ده بيقفل زيادة، فيحصل احتباس للبول اللي هو ريتنشن اوف يورين، يعني بيقل عملية الميكتوريشن وبتقل الدزاير بتاعتها كمان رغبة للتبول. على الميل سكس اورجان قلنا بيحصل ايجاكيوليشن اوف سيمن ديورينج سيكشوال انتركورس، اثناء العلاقة الزوجية يحصل عملية قذف للسيمن الوسائل المنوي، ثم بيحصل شرينكينج او شرينكج اوف بينس، القضيب بيرتخي. في الفيميل سكس اورجان لو هي نون بريجننت فيميل بيبقى انهبيتوري تو ذا يوترس اند فالوبيان تيوب، بيعمل ارتخاء للرحم وقناه فالوب. بينما في البريجننت فيميل بالذات في الليت بريجننسي بيزود اليوترين كونتراكشن عشان يسهل عمليه الولاده اللي هي الليبر. سوماتيك ديفيجن اوف سمباثيتك نيرفس سيستم، الجزء من الجهاز السمباثاوي اللي بيغذي structures in limbs that supplied by sympathetic زي ايه؟ skin and blood skeletal muscle blood vessels. يبقى somatic division معناه sympathetic supply to skin and skeletal muscle blood vessels، يعني الجهاز السمباثاوي بيغذي الجلد وبيغذي الايه؟ العضلات الهيكلية، مش العضلات الهيكلية نفسها، الأوعية الدموية اللي بتغذيها، لأن السكيليتال ماسل في حد ذاتها ما بتاخدش اوتونوميك، بتاخد سوماتيك نيرفس سيستم. لكن في السكيليتال ماسل مين اللي بياخد؟ الوعاء الدموي اللي بيغذيه، لأن الوعاء الدموي اللي هو البلاد فيسل بيحتوي على سموس ماسل، عضلات ملساء، دي اللي سبلايد باي اوتونوميك نيرفس سيستم. طبعا السكن زي ما قلناها في المحاضرة اللي فاتت في السكن اوف ذا فيس، السمباثيتك بيعمل إيه؟ يقول لك اسكت، انا اتخانقت معاه خليت وش اصفر زي الليمونه، عمل فازو كونستريكشن اوف سكين بلاد فيسل،
فقلل الدم اللي رايح للجلد فتحس ان الجلد باهت كده. تاني حاجة يقول لك انا خليت عرقه مرقه. يعني ايه السمباثيتك؟ بيزود السويت سيكريشن فروم اكراين سويت جلان، بيزود افراز العرق من الغدد العرقية اللي هي الاكراين سويت جلان. قلت لك يقول لك انا خليت شعر راسه وقف من النرفزة والعصبية، يبقى السمباثيتك بيعمل ايه؟ كونتراكشن للاريكتور بيلي مصر. يبقى على الاريكتور بيلي مصل بيعمل لها كونتراكشن فيحصل بايلو اريكشن اللي هي اريكشن اوفيري. يقول لك انا خليت شعر راسه وقف من الخضه والنرفزه والعصبيه. يبقى السمباثيتك سبلاي للسكن بيعمل فازو كونستريكشن اوف كوتينيوس بلاد فيسل فيخلي السكن تبان انها بيل باهته. بيزود السويت سكريشن عن طريق انه ايه؟ بيستيميليت سويت سكريشن من الاكراين سويت جلاند، وبيعمل بايلو اريكشن او اريكشن اوف هير عن طريق كونتراكشن للاريكتور بيلي ماسلز. طيب على السكيليتال ماسل بلاد فيسلز، ركز بقى الحته اللي جايه دي مهمه. واحد يقول لك يا دكتور انا جدي ده عامل نفسه تعبان، لكن يقول لك انا رجلي بتوجعني مش قادر اتحرك مش اعمل، لكن لما بنرفزه العافيه بتجيله ما تعرفش ازاي، بيقوم يجري ورايا بالمشوار. هو مش بيدعي المرض، هو فعلا مريض، ولكن ان انت ما بتنرفزه السمباثيتك بتاعه يشتغل. فالسمباثيتك بتاعه ما بيشتغل العضلات بتشتغل بكفاءه عاليه، ويأخر الاحساس بالتعب والارهاق. زي ما تكون فرقه ضعيفه بتلعب فرقه قويه، تلاقي الفرقه الضعيفه عامله ماتش قوي جدا. ليه؟ لان اللعيبه عندها حافز، السمباثيتك بتاعها شغال. فالسمباثيتك سبلاي للسكيليتال ماسل بلاد فيسلز اللي هي الاوعيه الدمويه بتاع العضلات الهيكليه بتعمل فازو دايلاتيشن، بتتسع الاوعيه الدمويه دي، فالدم اللي يروح للعضله الهيكليه بيزيد فيزود كفاءه العضله، فيخلي الكونتراكشن اقوى وما تتعبش بسهوله، ولو تعبت تخف بسرعه، اللي هي حاجه اسمها اوربيلز فينومينون، ظاهره عالم اسمه اوربيلي. ايه الحكايه؟ يبقى السمباثيتك سبلاي للسكيليتال ماسل بلاد فيسلز بيعمل فازو دايلاتيشن اوف سكيليتال ماسل بلاد فيسلز، بيزود البلاد فلو تو سكيليتال ماسل، الدم اللي رايح للعضلات الهيكليه بيزيد، اللي هي ظاهره اوربيلي اللي هي اوربيلز فينومينون. فتلاقي الشخص بقى في بيتر ماسل كونتراكشن، العضله بتنقبض بكفاءه، في ديلايد اونست اوف فاتيج، الاحساس بالارهاق بيتاخر يعني ما بيتعبش بسهوله، وايرلي ريكفرنج فروم فاتيج، ولو ارهق بيخف بسرعه والارهاق بيروح بسرعه. وبالتالي ماسيف او جنرال سمباثيتك ستيميليشن اللي انا بقول عليه الارم اور ستريس ريسبونس بريبير ذا بادي تو فيس ايمرجنسي وذ بيتر بيرفورمانس. يعني ايه الجمله دي؟ خلي بالك كلمه ماسيف او جنرال سمباثيتك ستيميليشن، يعني انا لو عملت استثاره عامه شامله كامله للسمباثيتك اللي انا بقول عليه الارم اور ستريس ريسبونس. ستريس ريسبونس اللي هو ايه؟ الاستجابه للتوتر والمثير الخارجي، المهيج الخارجي، المنبه الخارجي. عملت جنرالايز سمباثيتك ستيميليشن، يعني مثلا واحد ماشي في الضلمه فجاه حد طلع عليه خضه، هيحصل له جنرالايز سمباثيتك ستيميليشن، السمباثيتك اللي في جسمه كله هيشتغل. الهدف ايه؟ علشان يواجه الخطر ده. ده حاجه ترعب، حد طالع له فجاه فيحاول يتصرف عشان يهرب عشان يحمي نفسه، يبقى بريبير ذا بادي تو فيس ايمرجنسي عشان يواجه الخطر ده، واثبت البرفورمانس بقى ده احسن. يعني مثلا لو على سبيل المثال الخضه اللي زي دي هتخلي الدم اللي رايح للعضلات يبقى احسن فيجري، يبقى يقدر يجري وما يتعبش بسهوله. يعني واحد مثلا شاف اسد بيجري وراه هيجري خطوتين ويقف هيقول انا تعبت ارتاح؟ لا، ده من شده خوفه الجري بتاعه هيبقى اسرع ومش هيحس بالتعب بسهوله، لان حياه او موت بالنسبه له. يبقى كلمه الارم اور ستريس ريسبونس ده معناها ايه؟ في استثاره خارجيه شديده نتيجه توتر او ايه؟ او مؤثر زي اللي هو فير فايت فلايت، اللي هي الحاجات اللي بتزود استثاره الجهاز السمباثاوي اللي هو بتاع الامرجنسي، الخطر اللي قبله. ستريس ريسبونس اللي هو الاستجابه للخطر او استجابه للمنبه الخارجي الخطير، فيخلي السمباثيتك يشتغل في الجسم كله عشان يحمي هذا الشخص. يبقى اما انا بقول سمباثيتك سبلاي تو سوماتيك
structures، يبقى على السكيليتال ماسل بلاد فيسل عمل فازو دايلاتيشن، زود البلاد فلو للسكيليتال ماسل بلاد فيسلز، زاد فيها البلاد فلو فزاد البلاد فلو للسكيليتال ماسل، فعمل لي حاجه اسمها اوربيلي فينومينون اللي هو بيتا ماسل كونتراكشن، ديليد ماسل فاتيج وايرلي ريكفري فروم فاتيج. وعلى السكن على الجلد بتاعنا بيعمل ايه؟ بيعمل بايلو اريكشن، اريكشن اوف هير، الهير بيعفى او بينتصب، فازو كونستريكشن اوف كوتينيوس بلاد فيسل فالجلد يبقى باهت، يزود سويت سكريشن فروم اكراين سويت جلاند، يقول لك انا خليته عرقه مرقه، ده انا خليت الدنيا بتشتكي دوت وانا من نرفزت عليه وايه واللي اديتهوله بقى بيصر ميه كده نتيجه ايه؟ ان السمباثيك بتاعه اشتغل جامد. يبقى انا كده اتكلمت على السمباثيك نيرفس سيستم ديفيجنز. المره اللي فاتت اتكلمت على السيرفيكال ديفيجن اللي هو السمباثيك سبلاي للهيد اند نيك ستراكشرز. المره دي اتكلمنا على السمباثيك سبلاي ل الثوركس اللي هو اتكلمنا على الهارت واللنج، ثم اتكلمنا على السبلانكريك ديفيجن الاستراكشرز اللي موجوده في الابدومن ازاي بتستجيب للسمباثيك، والاستراكشر اللي موجوده في البلف ازاي بتستجيب للسمباثيك، ثم اتكلمت على سمباثيك سبلاي للثوماتيك اورجان اللي اتكلمت على السكين وعلى السكيليتال ماسل بلاد فيسز. طب هنتكلم بقى على الباراسمباثيك نيرفس سيستم. يبقى انا دلوقتي بتكلم على الباراسمباثيك نيرفس سيستم زي ما بقول اما اجي ادرس الباراسمباثيك نيرفس سيستم بقارنه بالسمباثيك نيرفس سيستم. الباراسمباثيك نيرفس سيستم اسم الدلع بتاعه كرينيو ساكرال اوت فلو، يعني الجزء اللي خارج من الكرينيوم اللي هو المخ والساكرال اللي هو الجزء العجزي من السباينال كورد، ساكرال بارت او ساكرال سيجمنتس، الجزء اللي خارج من الساكرال سيجمنتس بتاع السباينال كورد، غير السمباثيك كان اسمه ثوراكو لامبر. يبقى انا دلوقتي وانا بتكلم في الباراسمباثيك نيرفس سيستم بقول عليه كرينيو ساكرال اوت فلو، يهمني اعرف الاوريجن بتاعه طالع منين والفانكشن بتاعته. انا قلت اسمه كرينيو ساكرال، يبقى في كرينيال بارت جزء طالع من المخ. arises from motor nuclei of some cranial nerves، من الموتور نيوكلياي النواه الحركيه لبعض الايه الكرينيال نيرفز الاعصاب المخيه. يبقى كرينيال بارت طالع من الكرينيال نيرفز، الموتور نيوكلياي اوف سام كرينيال نيرفز اللي هو الكرينيال نيرف رقم 3 لوكيلو موتور، ورقم 7 الفيشيال، ورقم 9 جلوسوفارينجيال، ورقم 10 اللي هو الفيجاس. باختصرهم في 1973 التلاتة واللي هو كرينيال نيرف رقم 3، 7، 9، رقم 1 ده اللي هو العاشر. يبقى ده الكرينيال بارت. الساكرال بارت او الساكرال اوت فلو او يتقال عليه بلفيك ساكرال نيرف اللي هو العصب اللي طالع من البلفس الساكرال بارت، او بنقول عليه نيرف ايريجنس او النيرف اوف اريكشن، لان هنشوف في الاكشن حالا انه بيعمل اريكشن اوف بينس. ده بيطعم من اللاترال هورن سيل، الجزء اللي ايه اللاترال كده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، كان في عندنا انتيريور هورن سيل ولاترال هورن سيل وبوستيريور هورن سيل او دورسال هورن سيل. قلنا الاوتونوميك بيطلع من اللاترال هورن سيلز، فبيطلع من اللاترال هورن سيلز اوف ذا سكند وثيرد وفورث ساكرال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. يبقى تاني سيمبلي بمنتهى البساطه، عشان وانا بقول الباراسمباثيك اقارنه بالسمباثيك، السمباثيك كان اسمه ثوراكو لامبر اوت فلو، كان بيطلع من اللاترال هورن سيل اوف اول ثوراسيك سيجمنت اند ابر 2 اور 3 لامبر سيجمنتس. هنا الباراسمباثيك بقول عليه كرينيو ساكرال اوت فلو، بيطلع من كرينيال بارتس ارايز فروم موتور نيوكلياي اوف سام كرينيال نيرفز اللي هو الثالث والسابع والتاسع والعاشر، وساكرال بارت ده بيطلع من اللاترال هورن سيل اوف ذا سكند ثيرد اند فورث ساكرال سيجمنتس اوف سباينال كورد. طب الفانكشن في جزئين زي ما قلت، في كرينيال بارت وساكرال بارت. هبدا بالساكرال بارت عشان ما انساش ما انساهوش، انا كاتبه هنا مثلا الساكرال بارت او بقول عليه الساكرال اوت فلو اللي هو الجزء اللي هيغذي البلفس، عشان كده بقول عليه بلفيك ساكرال نيرف. كان نقارن وانا بقول هنا الباراسمباثيك على السمباثيك، كان السمباثيك سيستم اوف فير فايت فلايت ايمرجنسي اكسرسايز، واحد مخضوض واحد خايف واحد بيتخانق، فكان هناك ما كانش عايز يعمل حمام، ما كانش بيعمل حمام، ما كانش عايز يروح
دورة المياه لليورينيشن للتبول او للتبرز. ده كان السمباثيك لانه بيتخانق. لكن الباراسمباثيك بقى ده سيستم اوف ريست اند دايجست، يعني واحد قاعد هادي مرتاح مش حامل للدنيا هم. فتلاقيه قاعد هو مرتاح كده يقول لك انا عايز اروح الحمام يروح. فتلاقي فيه ديفيكيشن وفي ميكتيوريشن. كان السمباثيك في البلفيك اورجان كان بيعمل لسه قايل حالا بيعمل ايه؟ ايجاكيوليشن وشرينكج. الباراسمباثيك بيعمل اريكشن اوف بينس في الميل وفي الكليتورس في الفيميل. هنفهم يعني ايه حالا. يبقى على الساكرال بارت بلاقي ان الباراسمباثيك بيعمل كونتراكشن اوف ذا وول اوف ذا ريكتم وريلاكسيشن للانترنال انال سفنكتر، عكس الايه؟ السمباثيك بيعمل انقباض لجدار الريكتم اللي هو الجزء الاخير من الامعاء الغليظه وارتخاء في الانترنال انال سفنكتر اللي هو الصمام الداخلي لفتحه الشرج، وبالتالي هيسهل عمليه الايه؟ الديفيكيشن التبرز. يعني يعمل ايفاكويشن اوف ذا ريكتم او ايفاكويشن اوف فيسز او ستول اللي هو البراز، يفض البراز يعني يعمل ديفيكيشن. على عمليه الميكتوريشن اللي هي التبول بلاقي ان الباراسمباثيك بيعمل كونتراكشن للوول اوف ذا يورينري بلادر وريلاكسيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر. يعني جدار اليورينري بلادر بينقبض بينما الانترنال يوريثرال سفنكتر بيرتخي، فيحصل ايفاكويشن اوف يورينري بلادر او يحصل النكتيوريشن اللي هي عمليه التبول. تالت حاجه بلاقي ان الباراسمباثيك يعمل فازو دايلاتيشن للبلاد فيسلز اوف اريكتايل تيشو ان ذا بينس ان ميل وكليتورس ان فيميل، يعني بيوسع الاوعيه الدمويه اللي رايحه للانسجه اللي هي قابله للتمدد في القضيب في الرجاله او البذر اللي هو شبيه للبنس في الفيميل، فيعمل اريكشن للبنس في الميل واريكشن للكليتورس في الفيميل. يبقى الباراسمباثيك عكس السمباثيك اهو بيعمل ديفيكيشن ميكتوريشن واريكشن. طيب ابص على الصوره هنا ادى الساكرال بارت والباراسمباثيك هيشتغل على الريكتم يعمل كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للانترنال انال سفنكتر فيعمل ديفيكيشن. على اليورينال بلادر كونتراكشن اوف وول اوف يورينال بلادر وريلاكسيشن للانترنال يوريثرال سفنكتر فيعمل ايفاكويشن لليورين يعني يعمل ميكتوريشن. الاكسترنال جينيتاليا بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن للبلاد فيسل اللي رايح للاركتايل تيشو فيعمل اريكشن للبنس في الميل وللكليتورس في الفيميل. طيب الكرينيال بارت بقى الفانكشن اوف كرينيال بارت وباراسمباثيك نيرفس سيستم او يتقال عليه كرينيال اوت فلو اللي هو الكرينيال نيرفس اللي بتدي باراسمباثيك اللي هم 1973 اللي هو الثالث والسابع والتاسع والعاشر. احفظ الارقام واحفظ اساميهم مهمه جدا. الثالث اللي هو الاوكيولوموتور نيرف ده بيعمل ايه؟ ده بيسبلاي الاي بيعمل ايه الباراسمباثيك؟ كان السمباثيك هناك كان بيعمل الاول نفتكر كان بيعمل ميدريزس بيوسع حدقه العين وايدرنج اوف بالبيبرال فيشر بيوسع المسافه ما بين السوبير والانفيريور تارسلز ترساي الجفن الفوقاني والتحتاني. كان بيعمل اكزوفسالموس جحوظ في العين. طب هنا كان هناك كمان بيعمل ايه؟ اكوموديشن فور فار فيجن وهنشوف مسافه بعيده. طب هنا بقى العكس الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ مايوزس اللي هي كونستريكشن اوف ذا بيوبل البؤبؤ بتاع العين او البيوبل تضيق نتيجه انه بيعمل كونتراكشن للكونستريكتور بيوبل ماسل. دي عضله مالها بتبقى ايه؟ سفيريكال مدوره كده. لما عمل لها كونتراكشن تضيق الفتحه بتاع البيوبل. في نفس الوقت بيعمل كونتراكشن للسيلياري ماسل عكس السمباثيك. والسيلياري ماسل بردك عضله ايه؟ دائريه كده سفيريكال. لما بتكونتراكت بتضيق والعضله دي ماسكه باربطه لعدسه العين. فما العضله تضيق الاربطه ايه؟ ترتخي. فتخلي العدسه السكنس بتاعها يزيد لان العدسه اصلا عامله زي الاستك كده لما تتشد ترفع لما ترتخي السكنس يزيد. فما بيحصل كونتراكشن للسيلياري ماسل الليجامنتس اللي بتربط الايه؟ السيلياري ماسل بالاي لينس بترتخي
فالعدسه السيكنس بتاعها يزيد فتزيد قوتها، يعني معناها زاد الباور اوف ذا لينس، فيعمل اكوموديشن فور نير فيجن، يشوف الحاجه القريبه بوضوح. يبقى الاوكيولوموتو النيرف اللي هو العصب الثالث بيعمل مايوزس ويعمل اكوموديشن فور نير فيجن. طب الفيشيال نيرف اللي هو العصب الايه السابع، العصب السابع بيغذي سليفري جلانس اللي هم الصب ماكسيلري والصب لينجوال سليفري جلانس اللي هي الغدد اللعابيه اللي هي الصب ماكسيلري او الصب مانديبولر اللي تحت المانديبول الفك السفلي والصب لينجوال اللي تحت اللسان، لكن ما بتعملش سبلاي للباروتد اللي هي الغدد النكافيه، هي بتغذي بس اللي هو الفيشن نيرف اللي هو العصب السابع بيغذي الصب ماكسيلري والصب لينجوال، فيعمل فازو دايلاتيشن للاوعيه الدمويه اللي بتغذيهم، ويعمل حاجه اسمها ترو سليفري سكريشن. الترو سليفري سكريشن يعني ايه؟ عكس السمباثاتيك. السمباثاتيك كان بيعمل ايه؟ ها؟ السمباثاتيك كان يعمل فازو كونستريكشن ويعمل تروفيك سليفري سكريشن اللي هو ليتل ان اماونت مور ان انزيمز وفيس ريتش ان انزيمز ليس ان فوليوم وفيسد لزج هناك في السمباثاتيك، لكن انا شفت ريقه. لكن هنا بقى الباراسمباثاتيك بيعمل فازو دايلاتيشن للبلاد فيسل بتاعت سليفري جلانس الغدد اللعابيه، وبيعمل ترو 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 يعني سليم او صح سليفري سكريشن، بيمتاز بيبدي في السمات دي لارج انفوليوم كميتها كتير، ليس ان انزيمز الانزيمات قليله وطري يعني سايله كده مش لزجه زي الايه زي السمباثاتيك. الباراسمباثاتيك كمان من خلال الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو العصب التاسع ده بيغذي الباروتيد سليفري جلاند الغدد اللعابيه النكافيه اللي هي تحت الودان كده، دي بتعمل فازو دايلاتيشن زيها زي الايه نفس الاكشنز بتاعت الفيشل على السب ماكزيلا والسبلينجول، بيعمل فازو دايلاتيشن ويعمل ترو سليفري سكريشن اللي هو بيبقى لارج ان فوليوم ليسن ان انزيمز اند ووتري. يبقى انا كده اتكلمت على الاوكيولوموتر يعمل ايه مايوزس واكوموديشن فور نير فيجن، الفيشيال على السب ماكسيلري والسب لينجوال يعمل فاز دايلاتيشن وترو سليفري سكريشن، الجلوسو فارينجيال اللي هو التاسع يعمل فاز دايلاتيشن وترو سليفري سكريشن. طب الفيجاس نيرف، قبل ما اروح للفيجاس نيرف ابص على الصوره هتلاقي عندي هنا اهوت ادى الايه البيوبل اهي اللي بالاسمر دي البيوبل، البيوبل ده هي حواليها ايه عضلة دائرية اهي يتقال عليها ايه كونستريكتور بيوبل مصر، اما بتكونتراكت وتنقبض بتضيق البيوبل بيحصل مايوزس، ديت سبلايد باي باراسمباثاتيك اللي هي كونستريكتور بيوبل مصر دي سبلايد باي باراسمباثاتيك. لكن المرة اللي فاتت قلت ان في عضلة هي بتبقى لونجتيدنا لهي او راديال عامله زي اشعه الشمس اللي بره ايه يتقال عليها دايليتور بيوبل مصر، لما السمباثاتيك بيوصل لها بيعمل لها كونتراكشن فتشد البيوبل اللي بره كده توسعها يتقال عليها دايليتور بيوبل مصر. ادي الاي لينس اهي مشدوده باربطه للسيلياري مصر، ادي الاي لينس وادي السيلياري مصر، لما السيلياري ماسل بتنقبض زي هنا كده الليجامنت بترتخي، هنا الليجامنت مربوطه جامده ايه مشدوده، هنا الليجامنت ده ايه اوف ذا لينس ايه بترتخي اللي بتربط السيلياري ماسل بالاي لينس بترتخي فتخلي اللينس السيكنس بتاعها يزيد. شايف الفرق ما بين اللينس هنا واللينس هنا؟ هنا اللينس فلاتند رفيعه اهي، لكن هنا اللينس السيكنس بتاعها زاد، يبقى ده باراسمباثاتيك ستيميليشن زودت لي الباور اوف اي لينس عملت اكوموديشن فور نير فيجن. امال الفيجاس نيرف اللي هو العصب العاشر بقى بيسبلاي الهارت واللنج والجي اي تي لحد مكان معين، حد الديستال بارت اوف ايه اللارج انتستين، لان الديستال بارت اوف ذا لارج انتستين بياخد من ايه لسه قايل الساكرال ديفيجن. طب على الهارت كان السمباثاتيك بيزود الكاردياك بروبرتس ويعمل فازو دايلاتيشن للكورونا بلاد فيس، الباراسمباثاتيك بيعمل العكس بيقلل
all properties of cardiac muscle ويقلل الهارت ريت ويقلل الفورس اوف كاردياك كونتراكتيليتي. وبيعمل فازو كونستريكشن للكوروناري بلاد فيسلز. طب على اللنج كان السيمباثيتك بيعمل ايه في اللنج؟ بيعمل برونكو دايلاتيشن بيتر فنتيليشن يقلل البرونكيال سيكريشن ويعمل فازو كونستريكشن اوف ذا برونكيال بلاد فيسلز. هنا هيعمل العكس هيقلل الفنتيليشن هيعمل برونكو كونستريكشن هيعمل فازو دايلاتيشن للبرونكيال بلاد فيسلز ويزود البرونكيال سيكريشن فيعمل ناروينج للبرونكيال ليومن يضيق الاير واي باسج فيعمل بور فنتيليشن ديفيكالت بريثنج يخلي التنفس صعب. يبقى اهو على اللنج بلاقي الباراسمباثيك بيعمل ايه اللي هو الفيجاس نيرف كجزء من الباراسمباثيك بيعمل ايه كونتراكشن للبرونكيال سموث ماسل فيعمل برونكو كونستريكشن او برونكو سبازم بيزود البرونكيال ميوكس سيكريشن الافراز بتاع الشعب الهوائيه بيزيد فتضيق السكه وبيعمل فازو دايلاتيشن للبرونكيال ايه فيسل في حجمها يكبر فتضيق بردك الاير واي باسج يعني معناها هتعمل ناروينج اوف ذا برونكيال ليومن السطح بتاع الايه الشعب الهوائيه بيضيق فالهواء اللي داخل يقل فيبقى بور فنتليشن تنفس ضعيف تنفس سيء مش عارف ياخد نفسه. طب على جي اي تي كنا بنقول السيمباثيك بيعمل ايه؟ بيقلل الجي اي تي موتيليتي وجي اي تي سيكريشن وبيعمل ستورج للبايل في الجول بلادر هنا يعمل العكس. على جي اي تي الباراسيمباثيك بيعمل كونتراكشن اوف ذا وول اند ريلاكسيشن اوف سفنكتر بتاع بقى الاسوفجاس اللي هو الايه؟ المريء والاستومك المعده والسمول انتست الامعاء الدقيقه والبروكسيمال بارت اوف لارج انتست. يعني بيزود الجي اي تي موتيليتي الحركه بتاعت الايه؟ الجهاز الهضمي. وبيزود الجي اي تي سكريشن الافرازات بتاع الجهاز الهضمي، يعني بيزود الجاستريك سكريشن الافرازات بتاع المعده. الليفر والبنكرياتيك سكريشن الافرازات بتاع الكبد والبنكرياس. الباراسمباثيك بيعمل ايه كمان؟ بيعمل ايفاكويشن اوف جول بلادر باي كونتراكشن اوف اتس وول. يعني بيعمل كونتراكشن او انقباضيه لجدار الحويصله المراريه فيفضيها. يبقى اما ابص على الصوره اللي قدامي بتختصر لي الاكشنز بتاعت الباراسمباثيك. بقسم الباراسمباثيك لجزئين كرينيال بارت وساكرال بارت. لو بدات بالكرينيال على العين يبقى في مايوزس بيقول له كونستريكشن واكوموديشن فور نير فيجن. على السليفري جلاند بيعمل ترو سليفري سكريشن بروفيوز روتري اند ليس ان انزيمز وبيعمل فازو دايلاتيشن اوف سليفري بلاد فيسلز. على اللنج بيعمل كونتراكشن اوف برونكيال سموث ماسل بيعمل برونكو كونستريكشن انكريز ميوكس برونكيال سكريشن فازو دايلاتيشن اوف برونكيال بلاد فيسلز. على الهارت الباراسمباثيك بيعمل ايه؟ بيقلل الهارت ريت واتريال كونتراكتيليتي الانقباضيه بتاعت الايه؟ الاذين. بيعمل فازو كونستريكشن اوف كورونال بلاد فيسل بطريقه غير مباشره عن طريق انه ايه؟ بيقلل الكاردياك وورك فالميتابوليت تبقى قليله فيحصل فازو كونستريكشن. على الجي اي تي بيعمل كونتراكشن للوول اند ريلاكسيشن اوف سفنكتر تيل بروكسيمال بارت اوف لارج انتستين لان الليت بارت اوف لارج انتستين المسؤول عنه البلفيك نيرف الساكرال ديفيجن. بيستيميليت الجاستريك والليفر البنكرياتيك سكريشن بيزودهم بيعمل ايفاكويشن للجول بلادر. طب الساكرال ديفيجن اللي هو النيرف ايرجانس على اللارج انتستين بيعمل ديفيكيشن نتيجه كونتراكشن للول اوف ذا ريكتم اند ريلاكسيشن اوف انترنال انال سفنكتر. وعلى اليورينال بلادر بيعمل ميكتوريشن due to contraction of the wall of the urinary bladder and relaxation of internal urethral sphincter. وعلى الجينيتالز بيعمل erection of by vasodilatation of blood vessel of the erectile tissue of the penis in male and clitoris in female. يعني بيعمل انتصاب للقضيب في الرجاله وانتصاب للبذر في السيدات. لو خدنا مقارنه ما بين الباراسمباثيك والسمباثيك نيرفس سيستم على العين السمباثيك بيعمل وايدنينج اوف ذا بالبيبرال فيشر ميدريز اند اكوموديشن فور فار فيجن. بينما الباراسمباثيك كلام قلناه وبنعيد ونزيد ونكرر فيها اهو الباراسمباثيك يعمل مايوزس تير سيكريشن بيخلي الدموع تنزل اكوموديشن فور نير فيجن. طب على السكن
السمباثيك بيعمل كوتينيوس فازو كونستريكشن وانكريز ان سويت سكريشن. الباراسمباثيك هاز نو باراسمباثيك سبلاي للسكين. السكين ما بتاخدش باراسمباثيك سبلايز، السكين بتاخد سمباثيك بس، ودي من رحمه ربنا. طبعا الهارت السمباثيك بيزود اول كاردياك بروبرتيز اند كرونال بلاد فلو، بينما الباراسمباثيك بيقلل الاتريال بروبرتيز والكورونال بلاد فلو. على اللنج بيعمل برونكو دايلاتيشن ويقلل البرونكيال سكريشن. الباراسمباثيك يعمل برونكو كونستريكشن ويزود البرونكيال سكريشن. طب الجي اي تي موتيليتي، السمباثيك بيقلل الموتيليتي والسكريشن، بينما الباراسمباثيك بيزود الموتيليتي والسكريشن. طيب السليفري سكريشن، بلاقي السمباثيك له تروفيك افكت، بيطلع تروفيك سكريشن فيسد سكانتي اند ريتش ان انزيمز، بينما الباراسمباثيك بيطلع ترو سكريشن ووتري بروفيوز اند بور ان انزيمز. السمباثيك على الميكتوريشن انهبيشن، يعني بينهبت الميكتوريشن، بينما الباراسمباثيك بيستيميوليت الميكتوريشن. السمباثيك على الديفيكيشن بيعمل له انهبيشن، لكن الباراسمباثيك بيعمل له ستيميوليشن. السمباثيك على السكس اورجن بيعمل ايجاكيوليشن وشرينكج في الميل، بينما الباراسمباثيك بيعمل اريكشن اوف بينس ان ميل و اريكشن اوف كليتوريس في الفيميل. تو سامرايز الكلام اللي انا اتكلمت عنه النهارده، انا اتكلمت على الافكت او الفانكشن اوف سمباثيك سبلاي للهارت واللنج اللي انا قلت عليه كارديو بالمونري ديفيجن، واتكلمت على الفانكشن بتاع السمباثيك للابدومينال اورجان والبلفيك اورجان اللي انا قلت عليه سبلانكينج ديفيجن، واتكلمت على السمباثيك سبلاي للسكن والبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل قلت عليه سوماتيك ديفيجن، ثم اتكلمت على الباراسمباثيك نيرفس سيستم وقارنته بالسمباثيك، وفي الاخر عملت جدول مقارنه ما بين الاثنين. ناخد نمط بعد اسئله الام اس كيو بسرعه. الحالة بتقول ايه؟ A 20 year old medical student has end of the medial exam. طالب في كلية الطب عنده امتحان نهاية المديول. He studied well، ذاكر كويس، but he is afraid and tired. هو خايف ومرعوب. On examining this student he will be expected to have which of the following. واضح ان الطالب ده عنده sympathetic stimulation. يبقى توقع من الحاجات اللي جايه ديت السمباثيك بيعمل ايه؟ يبقى رقم دي تاكيكارديا. السؤال اللي بعد كده استيميليشن اوف سمباثيك سبلاي تو ابدومينال اورجان انكريز سويتش اوف ذا فولوينج. السمباثيك على الابدومين بيعمل ايه؟ هيزود ايه؟ ممتاز، هيزود الرينين سكريشن اللي هو رقم سي. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولوينج از ا ديفيجن اوف سمباثيك نيرفس سيستم. ممتاز، اللي هو السيرفايكال ديفيجن اللي هو سمباثيك سبلاي للهيدن دريك ستراكشرز. السؤال اللي بعد كده سمباثيك ستيميليشن كوز سويتش اوف ذا فولوينج، السمباثيك بيعمل ايه؟ فكر كده، السمباثيك هيعمل ايه؟ جدع، هيزود الكاردياك ماسل كونتراكتيليتي اللي هي رقم سي. السؤال اللي بعد كده ستيميليشن اوف سمباثيك سبلاي تو بيلفيك اورجانز، يعني الجهاز السمبثاوي لو عمل استثاره للبلفيك اورجانز اللي هي الاعضاء اللي موجوده في منطقه الحوض هيؤدي الى ايه؟ للبلفيك اورجانز. السمباثيك يعمل ايه؟ شاطر، ريلاكس بلادر اند ريكتال وول رقم دي. السؤال اللي بعد كده اوربيلي فينومينون از ذا ريزلت اوف سمباثيك سبلاي تو بلاد فيسلز اوف ويتش ستراكشر، انهي حاجه؟ ممتاز، اللي هي رقم ايه؟ سكيليتال ماسل. سمباثيك سبلاي للسكيليتال ماسل بلاد فيسل يؤدي الى فازو دايلاتيشن وانكيز البلاد فلو للسكيليتال ماسل، يؤدي الى اللي احنا قلناهم اللي هي بيعمل ايه؟ بيتر ماسل كونتراكشن ديليت فاتيج وايرلي ريكفري فروم فاتيج. السؤال اللي بعد كده الارم ريسبونس اللي هو ستريس ريسبونس اللي هو جنرالايز سمباثيك ستيميليشن از كاركترايزد باي ويتش اوف ذا فولوينج. السمباثيك يعمل ايه في دول؟ فكر كده، ممتاز، رقم سي برونكو دايلاتيشن. السؤال اللي بعد كده سمباثيك ستيميليشن كوز سويتش اوف ذا فولوينج، السمباثيك بيعمل ايه؟ اقرا كده وشوف، شاطر، السمباثيك بيزود سويت سكريشن اللي هي رقم دي. السؤال اللي بعد كده سمباثيك ستيميليشن انكريز سويتش اوف ذا فولوينج، السمباثيك بيعمل ايه؟ فكر كده، شاطر، رقم بي فايبرينوجين فورميشن.
السؤال بعد كده سمباثيتك ستيميليشن كوز سويتش اوف ذا فولوينج. سمباثيتك بيعمل ايه؟ ممتاز، بيعمل يورين ريتينشن، بيخليه مش عايز يروح الحمام عشان البول. السؤال اللي بعد كده سمباثيتك سبلاي تو ابدومينال اورجان كوز سويتش اوف ذا فولوينج. سمباثيتك بيعمل ايه للابدومينال اورجان؟ ممتاز، اللي هي كونتراكشن اوف سبلينيك كبسول. السؤال اللي بعد كده سمباثيتك سبلاي تو ذا لانج كوز سويتش اوف ذا فولوينج. السمباثيتك على اللانج بيعمل ايه؟ ها ممتاز، اللي هي فازو كونستريكشن اوف برونكيال فيسلز. السؤال اللي بعد كده which one of the following cranial nerves gives origin to parasympathetic supply للباروتيك جلاند. الباروتيك جلاند بتاخد منين؟ ممتاز، اللي هي جلوسو فارينجيال نيرف اللي هي رقم سي. السؤال اللي بعد كده اللي هو العصب الايه التاسع، كرينيال نيرف التاسع. السؤال اللي بعد كده فيجاس نيرف ستيميليشن كوز ويتش اوف ذا فولوينج. الفيجاس نيرف هيعمل ايه؟ جدع، برونكو كونستريكشن لانه بيسبلاي اللنج. السؤال اللي بعد كده A 22 year old male had a desire for micturition. واحد عايز يروح الحمام. While he was sitting at home. واحد مرتاح مش مخضوض ولا حاجة. He went to bathroom for micturition. راح الحمام عشان يتبول. Stimulation of which of the following occurs in this case. Parasympathetic طبعا، يبقى أني واحد بس Parasympathetic بيسبلاي urinary bladder. يبقى مين؟ اللاتر هورن سيل اوف اس 2 و 3 و 4. السؤال بعد كده Which of the following structure has no parasympathetic supply؟ طبعا السكن، قلناها في جدول المقارنة. السؤال اللي بعد كده In comparison to sympathetic nervous system parasympathetic nervous system causes which of the following؟ الباراسمباثيتك بيعمل انهي واحدة في دول؟ ممتاز، بيعمل accommodation for near vision رقم A. السؤال اللي بعد كده Which of the following is a feature of vagus nerve؟ الفيجاس نيرف بيعمل ايه؟ فكر كده، ممتاز، بيزود الجاستريك سكريشن هي رقم سي. السؤال اللي بعد كده باراسمباثيتك ستيميليشن انكريزز ويتش اوف ذا فولوينج. الباراسمباثيتك بيزود انهي واحده في اللي جايين دول؟ ممتاز، رقم اي اللي هي جي اي تي سكريشن. السؤال اللي بعد كده ستيميليشن اوف باراسمباثيتك سبلاي تو بيلفيك اورجان كوز ويتش اوف ذا فولوينج. السمباثيتك بيعمل ايه في البيلفيك ستراكشر او البيلفيك اورجانز، الاعضاء اللي موجوده في منطقه الحوض؟ لما الباراسمباثيتك يشتغل ايه اللي هيحصل؟ ها الباراسمباثيتك يحصل ستيميليشن اوف ديفيكيشن اللي هي رقم دي. السؤال اللي بعد كده which of the following is produced by parasympathetic stimulation؟ الباراسمباثيتك بيعمل ايه؟ ها فكر كده، جدع، رقم ايه؟ دي اللي هي contraction of the urinary bladder wall. السؤال اللي بعد كده true salivary secretion is characterized by which of the following؟ ها true يبقى رقم سي اللي هي watery. السؤال اللي بعد كده which of the following is produced by parasympathetic stimulation؟ الباراسمباثيتك بيعمل ايه؟ فكر، ها الباراسمباثيتك بيعمل ها فازو دايلاتيشن اوف بلاد فيسل اوف بينس اريكتايل تيشو رقم سي عشان يعمل اريكشن. السؤال اللي بعد كده باراسمباثيتك نيرفس سيستم از كاركترايزد باي ويتش اوف ذا فولوينج؟ فكر كده واحده واحده، الباراسمباثيتك از كاركترايزد بايه؟ ايه اللي سمى منه؟ ها انهي واحدة؟ ممتاز، اللي رقم دي arises from lateral horn cell of S2 و3 و4 اللي رقم دي. السؤال اللي بعد كده in comparison to parasympathetic nervous system sympathetic nervous system stimulation causes which of the following؟ السمباثيتك يعمل انهي واحدة في دول؟ ها السمباثيتك بيعمل ايه؟ هل بيقلل الجي اي تي موتيليتي؟ ايوه، يبقى الاجابة رقم A decrease in gastrointestinal tract motility. السؤال اللي بعد كده in comparison to sympathetic nervous system parasympathetic nervous system stimulation causes which of the following؟ الباراسمباثيتك بيعمل ايه؟ جدع، رقم D erection of venous، لانه بيعمل vasodilatation للبلاد فيسل اللي رايحه للاريكتايل تيشو فتعمل erection of venous. السؤال اللي بعد كده sympathetic stimulation causes which of the following؟ السمباثيتك بيعمل ايه؟ ممتاز، اللي هي رقم سي فازو كونستريكشن اوف رينال بلاد فيسلز. السؤال اللي بعد كده which one of the following is an action of parasympathetic nervous system؟ الباراسمباثيتك بيعمل ايه في دول كلهم؟ جدع، رقم دي كونستراكشن اوف كونستريكتور بيبل ماسل فيعمل مايوزيس. ناخد نمط الاسئله صح وغلط.
اول سؤال سيمباثيتك ستيميليشن ديكريزس هارت ريت، غلط، بالعكس ده بيزود الهارت ريت، بيعمل تاكيكارديا. السؤال اللي بعد كده سيمباثيتك ستيميليشن كوزس وايدنينج اوف اير باسج، صح. السؤال اللي بعد كده سيمباثيتك ستيميليشن ديليز ايفاكويشن اوف فود ان جاستروانتستينال تراكت، صح. السؤال اللي بعد كده سبلين هاز نو افكت اون هاز نو سيمباثيتك سبلاي، غلط، السبلين هاز سيمباثيتك سبلاي. السؤال اللي بعد كده سيمباثيتك ستيميليشن ديكريز فايبرينوجين فورميشن، غلط، العكس، بيزود الفايبرينوجين فورميشن. السؤال اللي بعد كده يورين اوتبوت از انكريز بالسيمباثيتك ستيميليشن، غلط، بالعكس اليورين اوتبوت بيقل بالسيمباثيتك ستيميليشن. السؤال اللي بعد كده سيمباثيتك ستيميليشن انكريزز انسولين سكريشن فروم بنكرياس، غلط، بالعكس السيمباثيتك بيقلل الانسولين سكريشن فروم بنكرياس. السؤال اللي بعد كده سيمباثيتك ستيميليشن كوزز ريتينشن اوف فيسز، صح. السؤال اللي بعد كده ايجاكيوليشن اوكيرز ان ريسبونس تو سيمباثيتك ستيميليشن، صح. السؤال اللي بعد كده ستريس ريسبونس او الارم ريسبونس بريبير ذا بادي تو فيس ايمرجنسي ويز بيتر بيرفورمانس، صح. السؤال اللي بعد كده شرينكج اوف بينس اوكيرز ان ريسبونس تو بارا سيمباثيتك ستيميليشن، غلط، ان ريسبونس تو سيمباثيتك ستيميليشن. السؤال اللي بعد كده بارا سيمباثيتك ستيميليشن كوزز فازو كونستريكشن اوف برونكيال بلاد فيسلز، غلط، بيعمل فازو دايلاتيشن للبرونكيال بلاد فيسلز، عشان كده بيعمل ناروينج للاير واي باسج. السؤال اللي بعد كده بارا سيمباثيتك ستيميليشن ايفاكويتس جول بلادر باي كونتراكشن اوف اتس وول، صح. احنا قلنا البارا سيمباثيتك بيزود الايه الموتيليتي والسكريشن، فهو بيعمل ايفاكويشن للجول بلادر عن طريق كونتراكشن اوف ذا وول اوف ذا جول بلادر. كده هذا الانسر كي بتاع اسئله الايه الام اس كيو او الاختيار من المتعدد. الحاله كده بقت واضحه، طفل شاف تعبان اترعب، ستريس ريسبونس الارم ريسبونس جنرالايز سيمباثيتك ستيميليشن، السيمباثيتك اشتغل فهيزود الهارت ريت، يحصل تاكيكارديا ويزود السكريشن اوف كاتيكولامينز فروم سوبرارينا المضله، بالذات الادرينالين بنسبه 80% يطلع عشان يحاول يواجه الخطر اللي الشخص ده ايه بيواجهه، ويحاول يحمي البني ادم ويدي كفاءه عاليه له في مواجهه هذا الخطر. وادي الريفرنسز بتاعتنا، ارجو ان الامور تكون واضحه، بالتوفيق ان شاء الله.